وقد قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان الدعوه التي وجه اليها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لزياره باريس لا تتعلق بازمه استفتاء اقليم كردستان العراق، واشار بيان لمكتب العبادي الى ان هدف الزياره هو تعزيز العلاقات الثنائيه وتركيز الجهود لمحاربه الارهاب بالمنطقه. اضاف ان المحادثه الهاتفيه الاخيره ما بين العبادي وماكرون لم تتطرق مطلقا الى اهميه الاعتراف بحقوق الشعب الكردي. كان مصدر في مكتب ماكرون قد ذكر بوقت سابق ان العبادي قبل دعوه ماكرون لزيارة باريس في 5 أكتوبر المقبل لإجراء محادثات حول استفتاء إقليم كردستان.